السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله يا زملاء المشاهدين سأشارك معكم أخبار مفاجئة بطبيعة الحال. وهذه المفاجأة إذا كنتم تشاهدوننا يعني في الفيديوهات السابقة ومشتركين في هذه القناة وتشاهدوا جميع الفيديوهات، يعني ما راحش تكون مفاجأة يعني غير متوقعة بالنسبة لكم، راح تكون مفاجأة يعني متوقعة، كنا متوقعينها بطبيعة الحال هنا في قناة وليد هوب. والحمد لله، الحمد لله على مصداقية القناة. اولا يعني الاخبار كلها التي احضرناها لكم يعني كلها خرجت صحيحه بطبيعه الحال. هذا ما سنتعرف عليه ان شاء الله في هذا الفيديو، وهنالك ايضا يعني مفاجاه اخرى في نهايه هذا الفيديو. فاذا كنتم تشاهدون للمره الاولى وتريدون ان تكونوا جزء من هذه القناه، فكل ما يمكنكم فعله هو الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم ببساطه كل ما هو جديد ينشر في هذه القناه مستقبلا. في الفتره الاخيره يعني كنت نقول لكم بان رياض محرز سيجددون عقده مع اداره نادي مانشستر سيتي، يعني هنالك فئه كبيره تقبلت هذا الخبر، ويعني وهنالك ايضا في الطرف الاخر العديد من الاشخاص والعديد من المتابعين والغير المتابعين كانوا ينتقدونني باستمرار لهذا الخبر. يعني كل ما كنت نجيب لكم خبر على ان رياض محرز راح يبقى في نادي مانشستر سيتي او راح يجددوا له العقد، يعني تجيكم يعني العديد من التعليقات تهاجموني بدون سبب، يعني يوهموا انفسهم من اجل يعني تطبيق فكرتهم في انفسهم عن لانه رياض محرز راح يخرج من نادي مانشستر سيتي ولن يبقى. انا عزيزي المشاهد واش راح نربح كذب عليك؟ انا نجيب لك الخبر ويعني حسبني إذا ما جبتلكش الخبر بدون مصدر، أنا جبتلك الخبر وبمصدره. وطبعا أعزائي المشاهدين الحمد لله الأخبار التي جلبناها في الفترة الماضية كلها خرجت صحيحة، وحتى تجديد عقد رياض محرز خرج صحيح بطبيعة الحال، وإدارة نادي مانشستر سيتي تعمل من أجل تجديد عقد رياض محرز، وذلك حسب الصحفي الموثوق وصديقي بطبيعة الحال واللي عملنا معاه مع العديد من الانترفيوهات والاستجوابات، ألا وهو الصحفي صامني صحيح الذي يعمل في جريدة ذا أثليتيك والمختص في نادي مانشستر سيتي. فصرح هذا الصحفي الموثوق يعني في الموقع الخاص الذي يعمل فيه ذا أثليتيك، صرح قائلا بلي انه نادي مانشستر سيتي حاليا يريد عمل تجديد العديد من الصفقات لنادي مانشستر سيتي، وابرزهم اللاعب يعني حارس مرمى نادي مانشستر سيتي الا وهو ادرسون. وطبعا اذا مشاهدين قائلين علاوه على ذلك هنالك يعني العديد من الصفقات سيتم تجديدها بطبيعه الحال لاداره نادي مانشستر سيتي، فتجري المحادثات ايضا حاليا عن كل من جون ستونز وفيل فودن وحول تمديد عقودهم، وهنالك ايضا تقارير تفيد بان روبن دياز سيكافئ بزياده في الراتب بعد عام واحد فقط من وصوله، كما ان السيتي سيعرض يعني على رحيم ستيرلينج عقد جديد حيث تبقي فقط له عامين يعني من هذه الصفقه الحاليه. وايضا عدنا حتى رياض محرز وغابرييل جيسوس يعودان ايضا هم الى اهتمامات نادي مانشستر سيتي من اجل تجديد عقودهم. فالحمد لله اعزائي المشاهدين خرجنا من باب واسع، قلت لكم بان رياض محرز راح يجددوا له العقد نتاعه، وهو صاملي اكد لنا نفس الشيء، يعني راح يعملوا اجتماع بين اداره نادي مانشستر سيتي واللاعبين وراح يعني يجددوا العقد لرياض محرز. ومن طرف رياض محرز يعني راح يوافق 100% لأنه يريد البقاء في نادي مانشستر سيتي ولا يتخيل نفسه خارج الدوري أو خارج النادي حتى. فكلا الطرفين يعني راح يخرجوا بالتراضي ويعني راح يجددوا العقد بدون أي مشاكل. فانا متوقع باللي انه رياض محرز راح يعدل بعض يعني الشروط وبعض البنود في هذه الصفقه وعندما سيجدد عقده، وطبعا عندما سيجدد عقده لسنتين مثل ما اكد لنا صاملي يعني راح تكون زي مشاهدين فتره انتقال رياض محرز الى سنه 2025، يعني عنده متسع من الوقت. فبغيت نوجه رساله للجماهير اللي كانت تنتقدني بشكل كبير، يعني واش ربحتوا حاليا؟ يعني المصادر كلها اكدت لنا باللي انه رياض محرز راح يبقى في نادي مانشستر سيتي، وناهيك على ذلك رياض محرز كان دائما يؤكد في كل مره باللي انه راح يبقى في نادي مانشستر سيتي. نقول لكم حاجه زي المشاهدين، سوق الانتقالات لازم تستعمل المنطق اكثر من المصادر، لازم نستعملوا المنطق. اللاعب كل مره كان يخرج يقول لا اريد الخروج من نادي مانشستر سيتي، انا سعيد في نادي مانشستر سيتي ولا اريد تغيير الاجواء، ها هو زعما المشاهدين اذا استعملنا المنطق يعني راح يبقى في نادي مانشستر سيتي. واكدها لنا صاملي بعدما ان اكدتها لكم في الفتره الماضيه حوالي اسبوعين من الان لو تتذكرون، قلت لكم باللي انه راح يجددوا العقد نتاعه، والحمد لله سيجددون عقد هذا اللاعب. وطبعا للتعليقات التي كانت تصلني في صندوق التعليقات تقول باللي انت تريد يعني رياض محرز بقاؤه في نادي مانشستر سيتي لانك عندك رابطه نادي مانشستر سيتي، يعني لا بالعكس اذا راح رياض محرز يخرج من نادي مانشستر سيتي راح نبقى مشجع لنادي مانشستر سيتي، وايضا في نفس السياق ساشجع رياض محرز اينما ذهب واينما ارتحل.
على العموم يعني ساملي أكدها لنا بأن رياض محرز سيجددون عقده وأيضا سيضيفون سنتين عقده بطبيعة الحال لكي يصبح رياض محرز يعني منتقل إلى نادي مانشستر سيتي، وطبعا الصفقة تاعو راح تنتهي إلى غاية سنة 2025 مثله مثل باقي اللاعبين الآخرين. وللمعلومة يعني حتى جابرييل جيسوس وراحيم ستيرلينغ راح يجددوا لهم العقد تاعو، ولهذا يتأكد لنا بأنه يعني برناردو سيلفا هو الذي سيتم التضحية به والذي هو سيتم بيعه في هذا الميركاتو من أجل شراء يا إما جاك غريليتش أو هاري كين. فأنتم أعطونا رأيكم في صندوق التعليقات، وش كنتم باغيين يبقى هذا اللاعب في نادي مانشستر سيتي، أم كنتم باغيين تشوفوه خارج نادي مانشستر سيتي؟ وتصريحاته لموقع وي هوستل يعني أسعد كثيرا خلية نادي مانشستر سيتي. أنا أتكلم عن رياض محرز، فبعد تلك التصريحات إدارة نادي مانشستر سيتي أصبحت تسابق الزمن من أجل التعاقد مع هذا اللاعب وتجديد صفقته مع نادي مانشستر سيتي، لأنه قال بلي هذا اللاعب رياض محرز عندما كان ضيفا وحل ضيفا على هذه القناة الفرنسية قال بلي عندي يعني العديد من الطموحات والعديد من الأهداف المسطرة يجب تحقيقها. فشافوا شغف هذا اللاعب في الدوري الإنجليزي ممتاز ومع هذا الفريق، فقالوا نتعاقدوا معاه خير ما يروح إلى نادي آخر. أما الآن أعزائي المشاهدين ننتقل للخبر الموالي، هو أنه حاليا في الوقت الراهن إدارة نادي برشلونة وإدارة نادي مانشستر سيتي يعني تتفاوضان من أجل عمل مباريات يعني ودية خيرية تحضيرية للموسم الجديد، إلا أن هذه المباراة راح تكون أعتقد بعد بداية الموسم بأيام قليلة، لأنه الموسم راح يبدأ في 13 من شهر أوت المقبل. وطبيعة الحال أعزائي المشاهدين هذه المباراة لحد الآن لم يبرمج يعني وقتها، ولم يبرمج حتى بطبيعة الحال الموعد الخاص بهذه المباراة، على أي المباراة راح تتم بين الطرفين، وحاليا هم من في مفاوضات مثل ما أكدت لنا زي المشاهدين يعني موندو ديبورتيف الظاهر أمامكم الذي قائلا بأنه كلا من نادي مانشستر سيتي وأيضا نادي برشلونة حاليا يعني يعملان من أجل عمل هذه المباراة الودية. وطبعا رياض محرز راح يلعب ضد رونالد ميسي يعني وجها للوجه في هذه المباراة إن شاء الله، وطبعا مثل ما أكدناها لكم يعني راح يكون لاعب ضد نادي برشلونة وليس مع فريق نادي برشلونة. أتمنى أن هذه الأخبار أعزائي المشاهدين قد تصلكم يعني، وخاصة الذين كانوا ينتقدونني بشكل كبير جدا عندما كنت أقول لكم أن اللاعب سيبقى في نادي مانشستر سيتي. على أي أعزائي المشاهدين ننتقل الآن إلى الخبر الموالي الذي يتعلق برشيد غزال. أين هذا اللاعب أعزائي المشاهدين وأين إدارة نادي غالاتا سراي استسلمت رسميا من هذه الصفقة، وهو اقترب بشكل كبير جدا من إدارة نادي بشكتاش ويعني سينتقل إلى نادي بشكتاش، وذلك بشكل يعني نقدر نقول شبه رسمي، مازال ما كانش حاجة رسمية ولكن نقدر نقول باللي أنه بشبه رسمي، حيث المدرب لنادي غالاتا سراي صرح قائلا في الفترة الأخيرة أردنا أنا ورئيس غالاتا سراي التعاقد مع رشيد غزال، يعني كانوا باغيين يتعاقدوا معاه، ولكن اعزائي المشاهدين هذه الصفقه لم تتم بنجاح. بينما ايضا وكيل اعمال هذا اللاعب يعني رشيد غزال صرح قائلا باللي انه رشيد غزال لم يتصل بنادي غالاتا سراي من اجل التعاقد معهم او من اجل المفاوضات، لانه وكيل اعماله صرح باللي انه اللاعب ليس وكيل اعمال بل لاعب فقط وانا هو وكيل اعماله، فلهذا قال باللي ان هذه الصفقه لن تتم، ويعني كل هذا الشيء كذب في كذب. أما من الطرف الآخر هذا اللاعب أعزائي المشاهدين حسب مواقع كثيرة وأيضا مصادر كثيرة وصحفيين كثر أكدوا لنا وذلك بشكل رسمي لأن هذا اللاعب سيوقع مع نادي بشكتاش، وأن حاليا الصفقة بقي لها شوي وراح تتم، وطبعا سيوقع هذا اللاعب إلى غاية سنة 2024 كما تشاهدون في الشاشة الظاهرة أمامكم. إضافة على ذلك عنده سنة اختيارية واش راح يقدر يزيدها أم لا، فلكي يصبح لنا يعني الصفقة إلى غاية سنة 2025 يعني راح ينتقل يعني سنتين زائد موسم إضافي اختياري بالنسبة لهذا اللاعب. فكان هذا فيديو اليوم أعزائي المشاهدين، وكانت هذه أخبار اليوم، أتمنى أن هذا فيديو قد نال إعجابكم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.